إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. فضيحة أخرى متابعينا الكرام، شوفوا معنا أكبر حديقة بالمدينة مخربة. متابعينا الكرام، أكبر حديقة بالمدينة مخربة وبدون إنارة. متابعينا الكرام، أنا معكم في بث مباشر مباشرة من داخل الحديقة كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. الأعمدة الكهربائية ما كاينينش فيهم المصابيح، ما كاينينش البولات بالمرة. أنا مازال معكم في بث مباشر، غندورو على الحديقة كاملة وتشوفوا أن كلها ما فيهاش المصابيح. متابعينا الكرام، حديقة بأكملها بدون مصابيح. متابعينا الكرام، شوفوا معنا الحال الكارثي اللي كاين. إذا الخطوات راكبين بدون مصابيح. متابعينا الكرام، ما نزال معكم في بث مباشر، شوفوا معنا الفضيحة. أكبر حديقة بالمدينة حديقة بن سليمان، شوفوا معنا كذلك هذا المكان. ها انتم البوطو راكب الفوق، ما كاينش المصابيح، ما كاينش. كذلك متابعينا الكرام، غنشوفوا معكم كل الأعمدة الكهربائية. فهاد الفضيحة، واش هادشي في اخبار المسؤولين؟ متابعينا الكرام، هادي غولي فيها الكريساج، هاد الحديقة غولي فيها الكريساج بالليل، لأنها ما فيهاش المصابيح. متابعينا الكرام، شوفوا معنا، شوفوا معنا بلاصة الضوء كي داير، خيوط بوحديتهم الفوق ما كاينش. ماشي غير هي، بزاف. متابعينا الكرام، حنا مازال معكم في هذا البث المباشر. الكل عمود كهربائي اخر، عمود كهربائي اخر. متابعينا الكرام، شوفوا معنا هالبوطو كاين، الفوق ما كاين والو، يعني البوطوات كاينين والفوق ديالهم ما كاينش. متابعينا الكرام، فهنا غير كثر الكريساج، اتوقع غيوقعوا شي مصائب في هذه الحديقه. متابعينا الكرام، لانها بالليل خطر يهدد سلامه الماره. كنشاهدوا ان بعض الناس فكيمروا منها. متابعينا الكرام، هذا الشيء اللي طير لك تربط بين المريم والاحياء الاخرين. متابعينا الكرام، شوفوا معنا بوطو اخر، الفوق ما كاينش المصباح، يعني كما شاهدتوا معنا اكثر 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 من البولو. كذلك متابعينا الكرام، كاين هاد البلوعة اللي قدامكم، هي بدون غطاء، بلوعة بدون غطاء، بلوعة جات في وسط الطريق، هاي الطريق في وسط ديالها، بلوعة بدون غطاء. واش هادشي اخبار المسؤولين ولا مخبارهمش؟ كذا يشوفوا معنا متابعينا الكرام هاد الحالة الكارثية. شوفوا معنا بلاصة الضو كيفاش دايرة، مكاينش كاع، بينما الفوق ديالها نفس المشكل بدون مصباح. فالسؤال المطروح هو من يتحمل المسؤولية؟ متابعينا الكرام، أكبر حديقة بالمدينة هي هذه حديقة لالا مريم. متابعينا الكرام، الكل يعرفها، الكبير والصغير، فتعرضت للإهمال، تعرضت للإهمال ولات في حالة يرثى لها. متابعينا الكرام، حالة كارثية، مصابيح مشاو، كاينش لا مصابيح، كلشي تسرق، حتى من الأغطية ديال البلوعات مبقاوش، حتى من الأغطية ديال البلوعات مبقاوش، مع أن هاد الحديقة تصرفوا عليها فلوس كتار، هاد الحديقة تصرفوا عليها فلوس كتارين، يعني هي كانت هي المتنفس الوحيد لساكنة بن سليمان. كذلك كاينة واحد الطريق كتربط ما بين الفيلات أو حي كريمة والأحياء الكبارين اللي الشارع الرئيسي ولالا مريم. فهذه الطريقة مختصرة، غتشاهدوا معنا أكبر بوطو كاين. متابعينا الكرام، يعني أكبر عمود كهربائي اللي خاصو يكون الضو باش يدير لها الطريق، يعني باش يضوي لها الطريق. شوفوا معنا الحالة الكارثية ديالو، شوف الفوق ديالو كيفاش داير، يعني مكاينش البولة، الفوق ديالو مكيناش البولة بالمرة، بينما التحت ديالو، شوفوا التحت ديالو شنو كاين. حالة كارثية، حالة كارثية. متابعينا الكرام، كتعرفها مدينة بن سليمان، فراه شوفوا معنا هاد الحالة.
بينما كنتمنى تدخل المسؤولين واش ما شافوش هذا الشيء، واش كيتعمدوا انهم ما يشوفوش هذا الشيء. هذا هو السؤال اللي كيبقى مطروح متابعينا الكرام. فمدينة بن سليمان كل يوم مصيبة، كل يوم حاجة جديدة، الأزبال تغزو المدينة كما شاهدتم معنا، أكبر مزبلة أطنام الأزبال وسط السوق القديم، كذلك هذا بوط الدوهان تهم متابعينا الكرام. بوط الضوء ما كاينش المصباح، يعني هاد الحديقة كاملة، هاد الحديقة بأكملها متابعينا الكرام حديقة كاملة، شوفوا معنا متابعين حديقة بأكملها بدون إنارة، يعني أكثر من 35 عمود كهربائي بدون إنارة. من يتحمل المسؤولية متابعينا الكرام؟ إذا شوفوا معنا الحديقة كيفاش تولي، شوفوا لي كيفاش تولي الحديقة، شوفوا دابا باقي شوية الضوء وشوفوا كيفاش ولات الحالة ديالها، يعني من واحد شوية غتولي حالة كارثية أكثر، ملي كيظلم الحال بزاف مكيبقى يبان حتى شي حاجة. فكنتمناو تدخل المسؤولين، كنتمناو انهم يشوفوا هادشي بعين الاعتبار. اذا كنتم معنا في بث مباشر مباشره من مدينه بن سليمان.